انت فين؟ عيب عليك يا واد امي، قلت لك داخل عليك وابقى داخل عليك. لا مؤاخذه يا واد زين، ما كانش قدامنا غيرك. انما احنا بقى مفيش ورانا غيرك يا رضوان. متتهورش يا رضوان. عملت اللي في دماغك عايز؟ شوف يا رضوان يا ابن خليفة، احنا وقفنا قصاد بعض مرة في الماكس، فاكر؟ انما انت بقى معرفتش تستغل الفرصة، ودينا بنقف قصاد بعض تاني اهو. بس انا بعرف استغل الفرص. استنى يا عمي. ايه هتقتله؟ هتقتل اخويا؟ لو قتلته يبقى من حقي، هو اصله ما كانش جايبنا هنا عشان يعمل لنا عيد ميلاد. إنما بقى لو ما قتلتوش يبقى عارف غلطته وتاب. قلت إيه يا رضوان؟ هيقول إيه يعني يا عمي؟ ده رضوان كبير وفاهم، ما ينفعش يضيع الفرصة مرتين. سمي سكوتي على حق أبويا وأمي. فرصة؟ لا يا واد زين، أبوك قتل ابويا وامي. زين ما قتلش خليفة. افهم بقى اللي ما عرفتش تفهمه واحنا في الماكس. ابوك مات في عملية شغل زي اي شغل، انا كنت موجود. بعدها زين وقف جنب امك واتجوزها. عمك حمدان بقى عشان كان بيكره زين قتل امك بعد ما اتجوزته. وايه دليلك ان هو ما قتلهمش؟ وايه دليلك انه قتلهم؟ لو كان عم زين قتل ابوك وامك كان زمانه اخد عياله الاثنين قبل ما يقتلها، ولا ايه يا رضوان؟ يا رضوان الكلام ده حقيقي، انا عارف قصه خليفه وحمدان من قبل وكون من على العطارين. الكوره في ملعبك يا رضوان، الاختيار دلوقتي بتاعك، ويا اما تختار تعيش وفي الحالة دي تنسى كل اللي فات، تحط ايديك في ايدين اخواتك، يا اما تختار تموت وفي الحالة دي هتخسر كل حاجة، حياتك واخواتك. ما سمعناش ردك يا رضوان. ما ينفعش تسيب الرجاله وتمشي من غير ما تقول لهم ناوي على ايه. انا هختار ان اعيش، مش عشان خايف من الموت ولا علشان صدقت الكلام اللي انت قلته، لكن عشان ادي لنفسي فرصه ثانيه ادور فيها على الحقيقه. وماله، دور يا رضوان وهتوصل، بس في الآخر هتوصل للي أنا لسه قايلهولك. أنا الواد ده مش مرتاح له. الواد اللي أنت بتتكلم عنه ده يبقى أخويا. أخوك أنت؟ أنا ما يخصنيش. أنا كل اللي أنا فاهمه إن الواد ده جاي يأذينا أنا وإخواتي. تقصد إيه يعني يا يحيى؟ إيه؟ أظن مش وقته خالص اللي أنتوا بتعملوه ده.
ورانا حاجات أهم من كده بكتير. طبعاً أنت عارف إنه لو مش أخوك من زمانك بتقرا له الفاتحة. يلا يا رجالة. أنت بتعملني كده ليه؟ أنا لو اتعاملت معاك بحق ربنا هزعلك. زعلني ليه؟ أنا عملت كل الكلام ده عشان رضوان يعرف الحقيقة. أنت بتخاف من العطارين. أنا بخافش من حد. أنا مشيت مع اللي ناوي يمشي عدل. أنا زهقت بقى. عاوز أمشي عدل في حياتي. حتى لو مشيت عدل يا عز، عمرك ما هتبقى واحد منهم. فأقرب فرصة العطارين دول هيشلطوك. الناس دي بيتعاملوا معايا أنا وأنت على أساس إن إحنا هوا. انت مش عارف انت بتقول ايه يا ادم. انت ما عشتش وسطهم زيي يا عم. جرب تعيش وسطهم وتعرفهم هتفهم. انت عشت؟ ماشي هنشوف اشق ابن امه وابويا. يا فاضي؟ حتى لو مش فاضي أفضلك يا قلبي. عايز أسألك سؤال. خير؟ العب معايا الأول وأنا أقول. نلعب. تختار إيه؟ أختار رودي حبيبتي. أنا شفت امبارح حتة عربية ما حصلتش. إيه كلاس؟ قلت العربية دي بتاعت رودي ومحدش. يا بابا الدخلة دي أنا حفظتها. يا ريت تقول اللي أنت جاي تقوله على طول. عندك حق. أنا مش بتاع المقدمة دي. أنا أخش في الموضوع على طول. طب ومناسبة الشغل؟ أنا مش عايزة شغل المكاتب ده. أمال عايزة إيه يا حلوة؟ عايزة أشتغل في الأكشن. الاكشن تقيل قوي. مستعجليش لسه بدري يا بنت العزازي. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناويه تشتغلي معايا ان شاء الله لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. وانت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا. انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. مضيع الورق اللي خلص. حاضر. ورق ايه؟ انا يا حبيبتي قررت ان اكتب كل حاجه باسمك. باسم انا؟ انا واثق انك هتتصرفي صح. انت كبرتي والفتره اللي قضيتيها في المجموعه اكيد فهمتي كل حاجه. طبعا بنتك بقت بيزنس وومن شاطره جدا. املي بالقلم ده عشان فيه البركه. انا متاكد بعد فتره صغيره هتبقي اكبر سيده اعمال في مصر. انا بس عشان بنت سيف العزيز. انت ست الناس وحبيبه قلبي. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا رودي.